بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن أنا في جورجيا، في الآن مزاد للخيل، وجيت أتفرج عليه أنا وأخونا عبد الله، عبد الله الصوص، وجينا نتفرج على المزاد ونأخذ بعض الخبرة، لأن صراحة أنا زي ما حكيت لكم أنا غير متمكن في موضوع الخيل، ولكن جيت اتفرج عليهم واتفرج على النوعيات والاسعار تبعت الخيل اليوم. فجاني حكيت خلينا ناخذ لكم لفه ونكون معاكم اول باول. تكلمنا احنا بالموضوع الحلقه اللي فاتت بعض انواع الخيل او الخيل اللي كان موجود عندي، وحاب اليوم نعطيكم صوره اكبر عن الخيل او صوره اوسع عن الخيل. اول نقطه انا كنت حاب احكيها انه الخيل في امريكا اللي حسب التقديرات اللي في امريكا الان، انه عدد الخيل في امريكا الان 9.5، يعني 9.5 مليون راس خيل، 9.5 مليون. طبعا هذا هو البينت هورس، شايفينه البينت هورس ما احلاه وعالي كيف، هذا البينت هورس شايفينه، و 9.5 مليون. في فتره ما كانوا تقريبا يعني 22 او 25 مليون بال 1960 1965 كانت اثنين، ولكن الان تقريبا 9.5 مليون راس. طبعا خليني ناخذ لكم تقريبا في امريكا تقريبا 450 الف مزرعه خيل تقريبا، بين مزارع صغيره ومزارع كبيره. شايفين هذه الانواع 450 الف تقريبا او 459 الف مزرعه تقريبا. طبعا يعني زي مزرعتي مثلا فيها كم من راس خيل بيعتبروها كمان هاي مزرعه، والله اعلم. لما يجي يعملوا احنا بيتصلوا فينا كل سنه او كل اربع سنوات او ثلاث سنوات بيسالونا شو الانواع الحيوانات الموجوده عندكم، وكم من راس مثلا بقر، كم من راس خرفان، كم من كذا، عشان الاحصائيات تبعت الدوله. فالاحصائيات دائما بتكون موجوده ودائما بيسالونا عن هاي الاحصائيات، على هذا الاساس بتروح الاجريكلتشر تبعتهم بيجوا بيسألون، بياخذوا الإحصائيات السنوية تبعت آخر إحصائية تبعت 22 كانت في هذا الأمر. شوف ما أحلى هذا، هذا طبعا إحمار، شوف ما شاء الله كم من راس خيل. طبعا هذا كله راح يكون اليوم في المزاد. فحكينا 9.5 تقريبا مليون راس خيل. طبعا أمريكا في نقطة لازم نحكي عنها، هذا الكوارتر هورس. شايفين هذا الكوارتر هورس، هم الأشهر النوعيات الموجودة. شايفين هاي الكوارتر هورس. خلينا نأخذ لكم نحكي بعض المعلومات كمان المهمة الواحد حلو يعرفها. في أمريكا زي أستراليا، أمريكا فيها كمان تقريبا 78 ألف راس خيل بيعتبروهم هذول وايلد. كيف وايلد؟ يعني بريات، موجودات ما لهم صاحب. 78 ألف أغلبهم طبعا بنحكي 78، 50% موجودات في نيفادا، بتعرف صحراء نيفادا صحراء كبير كثير، بنيفادا موجود تقريبا 50%، وبعدين في أريزونا وبكولورادو، كولورادو الحالة فيها 19 ألف، وكاليفورنيا، يعني أربع ولايات موجودات فيهم هذول 78 ألف. ممكن واحد يحكي لي طيب ليش ما يصيدوهم؟ طبعا هذول أغلبهم والد، هذول يعني حتى لو صدتهم يعني مش بيور بريد، يعني كيف مخربطات البريد تبعتهم، يعني اغلبهم تقريبا 63% منهم موستانج، الاحصنه الموستانج. طبعا لانهم بالبريه يعني الذكر غير كذا، بيطلعوا قويات البنيه، ولكن للاسف يعني مش بيور بريد، مش دمهم مش صافي، زي انا عندي الهيرس تبعي حكول انه مش صافي، فبيكون اي شيء ممكن يكون معه البلد تبعه يكون في نوعيه معينه ثانيه. عشان هيك هذول لما تروح انت تحسب انه بدي اروح اجيب عمال واجيب نقل، اللي هو النقل والبنزين، وكمان من اجيب بدي اروضهم، كمان اروضهم، طب تروض هذول ما راح ينفعوا للسباقات عاده، هذول راح ينفعوا لشيء واحد اللي هو للحراثه، اول ايام اول الحراثه، او كانوا يستخدموها مثلا لشيء ثاني للرعاة البقر. طب الان ما في رعاة بقر يستخدموا الخيل، صار يستخدم اشياء ثانيه. عشان هيك زي استراليا، الاستراليا فيها كمان اللي بنقدر نحكي الجمال هاي، عشان اجيبها وهذا يعني مخسر. عشان هيك شو بيعملوا الان؟ بقتلوها، طبعا ضد القتل، ولكن ما في شو بدهم فيها بكل الاشياء هاي، يعني اعداد مهوله جدا بتاكل وبتشرب على الفاضي.
هاي الاشي يعني لازم نعرف. طبعا في اشياء زي البوني اللي هم اصغر احجامها صغيره، شايفين هاي بتسوي بتطلع عليها عشان تفرجي انه هذا انه مكسور. يعني انت ما تجيبه، حتى ما تجيبه من الصحراء، 78,000 هذول اللي حكينا عنهم، لو بدك تجيبهم وتربيهم وتبدك واحد بسموه البروك، عمليه انه يكسر لك اياه، يعني يكون يخليه انه ممكن واحد يركبه، فهي عمليه كثير صعبه. يعني طبعا 78 حكينا اغلبهم 50% موجودات في نيفادا، فيعني هل صيدهم مستاهل؟ لا صيدهم مش مستاهل، فافضل تخليهم في البريه وعايشات افضل من انك تروح تصيدهم وتغلب حالك فيهم. طبعا اللي حكينا فعلا 9.5 مليون راس او 9.5 مليون راس حصان موجود في البلد. 9.5 هذول اغلبهم يا شباب، هذا شباب بنسميه على فكره قبل ما احكيها، اللي هذا بسموه زيبرا دونكي. انا كان عندي واحد زيه، زاحل زيه، هات بحكي لكم قصته بس خلينا نخلص. هذا اسمه الزيبرا دونكي. المهم 9.5 مليون راس هذول اللي بحكي لكم عنهم، منهم مليون راس تقريبا بس بتكساس لحالها، تكساس لحالها فيها مليون راس، كاليفورنيا فيها تقريبا 850,000 راس، وبعدين بيجي فلوريدا فيها 500,000 راس تقريبا. هاي معلومات يعني اللي بده اياها يعرفها مهمه، اللي بده شيء يعرفها مش يعني مش بالاهميه يعني بهالاهميه، ولكن كويس انه الواحد يعرفها لخاصه لمربين الخيل. البريدنج طبعا زي ما حكينا الهورس عشان تربيه، يعني الافضل انك تربيه زي البنت هورس. هذا حكيت لكم انا اللي كنت احلم فيه وانا صغير، ولكن ما جيت هنا اكتشفت انه من ارخص انواع الهورسز فبطلت عنه. هذا الكوارتر اغلى منه، شاف ضخمه ضخام هاي الهورس، شاف وعاليات وحلوين، وكل ما تكون اللي بتقدر تركبوها بيكون سعره اغلى من اللي بالركبش وعلى العمر. طبعا الحبل تبع الهورس تقريبا 11 شهر بتقعد، 11 شهر الحبل تبعها، بعدين اول ما تنولد بتكون هي هاو ار يو بعدين دوينج جود ثانك يو جايز. بعد ما تنولد بتقوم على طول ما شاء الله، وبتبدا تاكل وتشرب خلال مده فتره زمنيه سريعه جدا. الذكور عاده حتى لو تحطوا في الذكور اللي عايشه في الصحراء، اغلبها اللي عايشه في الصحراء يا شباب اللي حكينا الوالد، هذول قويه جدا جدا، يعني بيذبحوا بعض لما يجوا، بتلاقوا حرب هم يعضوا بعض ويذبحوا بعض. هاي الذكور عشان الاقوى عشان يعيش، عشان هاي شو اشياء، هاي مكتوب سيرتيفيكيت ريجستريشن. شفت يا شباب انا عاين في نفس الوحده، عندي وحده على الهورس تبعتي، وبتحكي لي انه انا ان اللي عندي عربي، ولكن انتم بتحكوا مش عربي فانا ما اخذ كلامكم. شو هاي النوعيه يا عبد الله، قريت عنها شيء؟ What kind of horse this one? Do you know any idea, guys? Quarter horse. Quarter horse. That's quarter horse. شفت ما أحلاهن؟ One of them, this one right here is a walking horse. Walking? Yes, sir. Oh, thank you. Oh, thank you, guys. I don't. Oh, nice. This is young. They are young. This, yes. Huh? They are young. Yeah, all of them. Oh, yeah. Oh, okay. فدي ما حكينا التربية هنا الأيام هاي شوي الأسعار متفاوتة، مرة بتطلع مرة بتنزل. هاي اللي زي ما حكوا الزيبرا دونكي يا شباب، أنا كان عندي واحد في الزمانات وربيته، وإذا حكيت لكم عاش مع أحسن يفكر حاله صار له حصان. طبعا في نقطة حلوة تعرفوها وأنا كنت حابة أتكلم عنها، الحمار الله يسكنكم، اذا كان ذكر الحمار. انا مره حتى ربيت كان الحمار تبعي لما ربيته في المزرعه، فكان جاري عنده كم من حصان، فكان كثير خايف على الخيل تبعه، الفرس تبعه، وكان يحكي لي محمد لو سمحت انا خايف شيل الحمار تبعك ابعده لانه يخاف يهجم على الاناث تبعتي، فلو مضت مشكله لو ضرب الاناث تبعته او نام يعني يعملها بريدنج او خلاها تخلف، المشكله بيطلع اولاده، الاولاد بيطلعوا بسموهم بغل باللغه العربيه، بغل البغال اللي هو تكون ابوهم الحمار والام بتكون فرس يعني خيل. البغل طبعا ما بيخلف، حيوان قوي بس ما بيخلف، يعني الله ما بعدين ما برزقه. في شيء اسمه العكس اللي هو النغل. النغل لما يكون العكس اللي هو لما يكون الاب حمار والام
عفوا الاب حصان والام انثى الحمار الاتان بسموه النغل. وفي شيء يعني هي اشياء مهمه في شهاده هاي على الواحد يعرفها. البغل والنغل عاده طبعا ما يعني ما بخلفوا يعني بس بينولدوا بيستخدموهم للاوزان للحرث طبعا هم اذكياء جدا ذكائهم قوي بذاك ذنيهم راح تكون كبيره حجمه راح يكون مرتفع مش زي الحمار حجمه طويل فبسموه البغل بيستخدموه للنقل للحرث للاشياء هاي. ولكن زي ما حكينا مشكلته انه ما بيخلف بعدها يعني ما راح يصير له عنده اولاد وكمان بيكون يعني غير مطلوب الا لاشياء معينه. يعني كمان في نقطه لو حكينا عنها الجحش. شو الجحش؟ الجحش اللي هو ابن الحمار. الحمار لما ينام مع حماره ويخلف ولد بسموه جحش. الجحش اللي هو لحد يعني مش اي يعني لما يصير عمره سنتين لحد قبل ما يصير حمار بيضلوا مسمينه جحش لبعد السنتين بسموه حمار. فهي معلومات يعني حلوه واحد يعرفها. حتى يمكن اخذكم من فوق افرجيكم الخيل من فوق نوعيه الخيل. طبعا اللي عنده خيل الان ممكن يفرجيها يخلي حد يركبها عشان يتاكدوا انه انها رايدبل يعني ممكن انها الواحد يركبها وتكون كويسه. شايفين ما احلى هذا ما احلى. اللهم صل على سيدنا محمد. فخلي اطلع من فوق اصور لكم اياه وارجع لكم ان شاء الله واحكي لكم الاسعار اليوم كيف راح تكون. هاي بناخذ لكم صوره من فوق شايفينه. في نقطة يا شباب طبعا حاب احكيكم الحصان. انا كان عندي مثلا كوارتر هورس في الزمانات فصابوا بعدين روماتيزم وصار مكلف. طبعا هنا الحصان يعني مكلف صراحة مكلف فتخلصت منه يعني اعطيته لواحد وبعدين حكيت له انا شو بتعمل بالاحصنة هاي؟ حكى لي بالخيل هذا حكى لي احنا بنوديه اللي بمرض او بتعب بنوديه على اخذيه لل وكأنه هذا جحش. لا مش جحش عفوا حمار. لا شكله حمار. شوف هذاك ما احلاه ما شاء الله ما احلاه. حكى لي بنوديه غذاء للكلاب الله يكرمكم يعني بيعملوه بيطحنوه وبحطوا عليه مواد وبصير ينباع غذاء للكلاب. فهي شغله غريبه. طيب ما شاء الله قديش خيل موجود. راح اكون معاكم احكي لكم كيف تعطيب الاسعار ان شاء الله. عبد الله هاي عبد الله اخونا عبد الله الصوص. عبد الله انت من بيت عنان حبيبي صح؟ نعم نعم فيك عبد الله. عبد الله من فلسطيني ما شاء الله هنا عنده محل بيع سيارات ما شاء الله ديلر ما شاء الله عليه. وجينا اليوم له بالخيل ما شاء الله بحب الخيل. شايفين هم احلى والله في كثير كميه الخيل هذا. شباب اللي بحب الخيل هنا هاي شكله في كمية كبيرة من الخيل للبيع بس كله أمريكي يعني شايفينه. أنا ما شايف إشي يعني ما شايف إشي عربي صراحة المرة هاي يعني ما في إشي عربي بحكوا عنه. هذا حلو والله شكله وطويل وهذا حلو. لو جابوا عربي بحكي لكم إن شاء الله بفرجيكم إياه. ممكن تكون اسعارهم غاليه شوي العربي يعني بيكون نادرات هنا بس اسعارهم مش رخيصه. وحتى يعني انا بعتمد على الاوراق يعني ما عندنا شيء. انا مش معلم باني اعرف 100% عربي او عربي مخربط ولا عربي كيف. والله حلو. ايش هن؟ اوه هاي ابقار. ناخذ هنا اليوم. عن جد هذول اليوم بيدخلون؟ هذول رخاص هذول ميكس يعني. هاي رخيص رخيص. هذاك البقر قديش هذا البقر؟ هذا رخيص. لا هاي بلاك انجلز هاي غاليه. بتجي بتاخذ اياها بتشتريها هنا بتاخذها؟ اشتريهم بس بجيب باخذ لك اياهم والله. خليني افرجي بس دقي. هاي جيرز هاو ار يو. شوف ناخذ يا دقيقة خليني اخذ اصور هذول دقيقة شوف الابقار.
بس هذا كبير في العمر. ما شاء الله. وهي الناحة كمان في أبقار كأنه اليوم. هاي شايفه. يا هذا ملون يعني هذا عنده حوامل. إن شاء الله. شوف ما أحلاها. أي إيش نوعيته هذا الهورس هذا إيش نوعيته؟ إيش نوعيته هذا؟ سألنا حدا خلينا نسأل. حلو والله. هذا روح نسألهم. شباب الآن اللي سألت هاي البنت حكت لي هذول ميول، هذا ميول وهذا ميول. ميول يعني بغل، شايفينه كيف؟ يعني مش حصان. شايفينهم؟ أو هذول حصانين هذول. هذول حصانين اللي هم كوارتر هورس. هذول بغال، شايفين؟ هاي هذا بغل وهذاك بغل. والله مبينات بغالي شوي، بس أنا مش عارف كيف فكرتهم حصان وضخام. الآن تعرفت على شخص بحكي له إنه بأخذ بده ياخذ الميول عشان ال سموث فور رايدنج، يعني إنه سهلات للرايدنج، يعني حلوات لإنك تطلع فيهم وتركب عليهم. And what that they say that paint horse, yes? Bent. They call that a paint horse. Bent horse, yeah. And this one? Maybe a dun quarter horse. Quarter horse. And the most expensive one, you think this one? This one? They'll probably be one of these quarter horses. The quarter, yeah, the quarter. And what about this one, the last one there, what kind? The Andalusian. Andalusian, yeah, Andalusian horse. Yeah, that's Andalusian. That he, هذا بحكي هذا كثير هذا من they show يعني للشو حلو يعني للمنظر وحلو وكذا بكلف تقريبا بحكي لي $3,000 بحكي تقريبا $3,000. Oh nice. How old this horse do you think? I'd have to look at it. It's hard to know. Yeah. And what about this one? That the one is. That's an Appaloosa. Appaloosa. And that the المنقط Appaloosa. Oh, nice horse this one, really beautiful. But it seems that young one, huh? يعني شباب بعده. حلو. فقاعد بسأل في واحد قاعد بيعطيني شوية معلومات هنا جبناه. يعطيني شوية معلومات. هذا هيفي بيوتي يعني شيء كويس كاستم ميد يعني معمول ويدوي لناس معين من افضل النوعيات بلاش
325 بس صاحبه حكى ببيعه 420 هاي الأولاد هذا زيبرا دونكي 4 سنوات عمره يعني حمار بعدين 75 دولار 4 سنوات نعطينه الأدوية تبعته كوغل $50 بس ما حدش اشترى ما حد بده اياه ما حد بده اياه 3 سنوات هذا بس هذا حمار زي اللي عندنا في البلاد كبير شايفين محلاه ولا حد بده اياه هاي $100 لهسه نفس الشيء 60-70 ولا حد بده اياه لهلا هسه وصل $90 بدهم 100 $90 انباع ببلاش صراحة ببلاش 14 سنة هذا الحصان عمره 14 سنة وبيحكوا عنه متعلم جدا جدا وشاطر كل يوم 3 ايام بالاسبوع بيركبه شاطر $88 سنة اللي بركب عليها بركب عنده كويس $1,750 راح $1,750 هذا الحصان 7 سنوات صغير بعده 7 عمره $1,300 للآن
يعني 1300 حيروح تقريبا. هذا عمره 8 سنوات. بس شاطر شاطر صراحة، يعني تلعب تركب فيه بالمنطقة صغيرة ومتعود بوقف على طول، يعني مواصفاته كثير حلو. مشكلته بنت بس كثير حبوه. اثنين بتطوشوا عليه تيرفاف لاسه 3500. واو أربعة آلاف ومئتين. طالب 4300 رح كده. هذا عمره 10 سنوات بس مسجل عنده ورق، يعني معروف من ابوه امه، مسجل عند الحكومه. مشكلته حكت عنه انه مش ما معه ورق بس مش بروك، يعني مش حكت انه غير امن على الاولاد، لازم تعيدك تكسره كمان مره. كم وصل؟ كتر؟ انت بعت له كم تخ؟ 425. بس مشكلته حكت انه غير امن على الاولاد، يعني لازم تدير بالك تعلمه من اول ابو جديد، تكسره تعمل له بروك، تدير بالك عليه. هسه اللي بعده لما يكون معه اوراق بيكون اغلى. شو هذا اللي داخل؟ ما شاء الله ما احلاه. هذا بوني، بوني نوعيته بوني، يعني صغير يعني ما بكبر، عمره 10 سنوات. حكى يعني ممكن الأولاد يركبوه، حكى من غير أوراق. تقريبا 400 دولار واصل. $400 رخيص. هذا صغير عمره 3 سنوات، راح يكون غالي. كوارتر هورس، هذا مطلوب عند الامريكان بيحبوه صراحه. وثلاث سنوات صغير. $600-$700. فكيف عم يشوف جره وما ضرب، ما كيك، يعني بحكي لك انه ما بضرب جره، بضربش بجره ورانيه. 675. 675. 675. هذا 10 سنوات بروك اول ذا واي، يعني مدرب وشاطر. كوارتر، طبعا هذا كوارتر هورس.
شفت محلاة أمريكي حلو جميل جدا ورخيص صراحة. طبعا احنا بنحكي يا شباب احنا عندنا بالساوث، الساوث هنا اسعارنا رخيصة جدا لانه احنا بلد الخيل، يعني لما تاخذوا على النورث تدفع فيه الضعف. تقريبا 900 دولار لهلا، 900 دولار ببلاش. شفتها هي عن جد لو بالنورث بيجيب الضعف اذا او ثلاث اضعاف، بس احنا بلدنا بلد حكينا احنا بالساوث بلد الخيل. هاي 17 سنة عمرها، طبعا احنا حكينا الخيل يعني تقريبا 35 سنة بيعيش تقريبا، 17 يعني بالشبابها حكى بتسابق حول البرلز، يعني بتركض حوالين البراميل. شفتوها هي حطيناها مرة عليها حلقة. بس 17 سنة بلاش. $300 واو سو تشيب رخيصة. حكت هذا انه آمش هورس، آمش يعني بيسحب، حكت الآمش الجماعة من الطائفة من الآمش، وحكت هاي بتسحب العربايات، متعودة انها تسحب اي عرباي وتمشي بأسلوب هادي. $875 تقريبا، $875 راح توصل تقريبا. هذا 11 سنة عمره، 2500 للآن، 2500. بمشي كل مكان كويس، حتى بتعود عند الأبقار وبيجيب الأبقار. 2500 2600 2600 2600 2700 2800. $3,300 $3,400. $3,600 طالب $3,700. $3,700 في حدا حضر على $3,700 ولا لا؟ $3,600 شكله بدوش يبيعه. طالب في 4,400 على الأقل، رفض يبيعه. بقى 4,400 على الأقل. أتوقع أنا يمكن ما أسجلش أكثر من هيك، بكفي إن شاء الله. هذا مع الورق تبعه بنباع. المهم أنا أتوقع إنه بيكفي هيك إن شاء الله اليوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله.